أمل مع المدرب. طب تحس أن المدرب هذا للموسم الجاي يعني بس الآن يصلح ما يمكن إصلاحه حاليا ويشتغل على الموسم القادم؟ المدرب هذا يعني إيش بيسوي؟ يمكن مدرب طولت المفاوضات. المدرب هذا حتى ما كان مع النادي الأهلي كويس، هو بعدين بعد فترة مدرب صدامي، يعني لا تتوقع أن المدرب هذا يعني هو اللي بيصير النجم. لذلك مع الوضع اللي قاعد يصير في الشباب يعني إشكالية كبيرة، لازم يتعاملون مع المدرب هذا أنه جاي يحل المشكلة. الآن هم عندهم يعني والمشاكل لا تأتي فرادى من هذه الشباب صراحة، يعني لما أصيب عندهم أحد أهم أعمدة الفقرية، عندهم أحد أهم الأعمدة اللي هو كيم الحارس، كان مسوي موسم جميل جدا، بعدين تجيب الآن الحارس الثاني والثالث اللي هو مصطفى ملائكة، بعدين الآن بنيقة تقريبا راح. أوكي فتنه أنا مثلا لما تقول لي وش سبب تعاقد معه تبع لاعب نادي الاتفاق اللي 4 شهور مصاب عملية ما رجع إلا بعد شهر، هل بيفيد أو مش حيفيد؟ مصعب الجوير أنا بالنسبة لي أتمنى ما يصير زي ما صار نواف الصعدي، بل لما تم جلبه كنجم من نادي أبها ما أعطيه فرصة أو ما لقى المناخ الفني اللي ساعده على البروز. حسين القحطاني ما أدري إيش قاعد يصير فيه في التعاقد معه. نادي الشباب الآن يفترض إنه بس خلينا نقول ينتبهون داخل الملعب فقط وينتبهون للأولويات في حل مشاكلها، لأن الآن واصل تقريبا المراحل يعني الترتيب عنده في 21 نقطة والهابطين 17 نقطة، عنده مشكلة كبيرة وبإذن الله يعديها مع التفاف الشبابيين الحقيقيين للنادي.